النهارده كمان كان في وفد كبير من اعضاء مجلس الشيوخ حزب حماه الوطن، وكانت ايضا موجوده الدكتوره سماء سليمان عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنه الشؤون الخارجيه والعربيه في مجلس الشيوخ اللي كانت موجوده في معرض ايدكس 23. ست النائبه مساء الخير. مساء الخير يا استاذ احمد، مساء الخير على الساده المشاهدين. بصراحه لما رحتي النهارده المعرض، ايه اكتر حاجه شفتيها خلال الجناح المصري، أجنحة الدول المشاركة، إيه اللي شفتوه النهاردة؟ الحقيقة أن أنا يعني السنة دي مختلفة تماما عن السنة السابقة، لأن الحقيقة المرة دي في عدد شركات كتيرة جدا مشاركة. نعم. ودول أكثر، وبالتالي في تنوع في الأسلحة المعروضة، وفي جديد في كل جناح من الأجنحة اللي عرضت الأسلحة بتاعتها. الحقيقة إن يعني مؤتمر ايدكس ده في منتهى الأهمية، لأن هو معرض للصناعات الدفاعية والعسكرية. نعم. والحقيقة إن هو وضع مصر على خريطة الدول اللي بتنظم المعارض الخاصة بالسلاح على المستوى العالمي. صحيح. وأيضا يعني هو المعرض الوحيد المتخصص في قطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الأفريقية. والحقيقة أن هو بيجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجال الدفاع والتسليح، سواء كانت بقى البرية البحرية الجوية، وده اللي أنا لاحظته في تنوع الأسلحة اللي معروضة في كافة أشكالها. نعم. هو الحقيقة كمان تجمع مهم جدا، لأنه بيتبادل فيه الرؤى والخبرات، وبيدي فرصة لمصر وللدول الأخرى أنها تعرض كل ما هو جديد لديها. والحقيقة ان هو ساعد مصر انها تعبر للسوق الاقليمية والدولية بكل ما هو جديد لديها من اسلحة. طيب. الحقيقة كمان هو يعني مؤتمر مهم للغاية، لان هو بيفتح افاق التعاون. طبعا. معرض مهم للغاية، لان هو يعني بيتيح الفرصة للتعاون في مجال الصناعات العسكرية. صحيح. نعم. وأيضا هو مظلة دولية لاستعراض أحدث المنظومات في الصناعات العسكرية عموما. وهو احنا عندنا كمان الهيئة العربية للتصنيع، الانتاج الحربي، قوات مسلحة، يعني عندنا كمان عدد من الأجنحة الكبيرة، وأيضا التصنيع العسكري المصري المتطور، واللي احنا هنتكلم عنه يمكن بعد شوية مع اللواء دكتور سمير فرج. مفيش شك طبعا. والحقيقة ان السنة دي كان في يعني أسلحة جديدة مصرية تم عرضها في هذا المعرض. نعم. والحقيقة هي عكست ثقة مصر كقوة إقليمية. الترسانة، ترسانة اسكندرية والفرقاطة الجبار. بالضبط، يعني السلاح البحري وتدشين. نعم. أول فرقاطة. نعم. من صناعة مصرية، ده كان مصرية. شيء فخر. صحيح. كبير جدا لمصر. نعم. الحقيقة أن المعرض المرة دي معرض عليه إقبال كبير قوي من المؤسسات العاملة في مجال الدفاع والتسليح. حقيقة أنا كنت فخورة جدا بهذا المعرض من حيث تنظيمه، ومن حيث عدد الشركات المشاركة، عدد الدول الوفود اللي موجودة، اللي ممكن نقول انها يمكن استقبل اكتر من 35 الف زائر. شركات تصل 400 شركة. الحقيقة حاجة يعني تدعو للفخر في مصر. مصر دولة اصبحت قادرة في كل المجالات انها تنظم معارض، تنظم مؤتمرات. حاجة الحقيقة استاذ احمد يعني تفرح الحقيقة. نعم. انا كنت صحيح. سعيدة جدا يعني في المعرض اليوم، ومن خلال الجولة اللي اخدتها مع السادة النواب في المعرض كان شيء مشرف للغاية. يعني الدكتورة سماء، كمان لو بتكلم على التنظيم، قدرتنا على التنظيم معرض دولي كبير، شفتوه ازاي ايضا التنظيم، وايضا سهولة والتيسير دخول الزوار للمعرض؟ التنظيم والأجنحة، تقسيم الأجنحة بصراحة مريح جدا. الخرائط اللي بيمدونا بيها واحنا داخلين عشان نقدر نتحرك بسهولة ونستكشف المعرض ببساطة وفي وقت أقل وقت. مصر يا استاذ احمد الحقيقه نجحت في تنظيم اكبر المعارض واكبر المؤتمرات. نعم. يعني مؤتمر كوب 27. نعم. الحقيقه يعني كان حاجه مشرفه جدا. نعم. المنتديات اللي احنا بنعملها كل فتره، مصر اصبحت على خريطه المعارض والمؤتمرات الدوليه، وحققت نجاح كبير جدا. كلنا الحقيقه سعداء بيه وفخورين جدا بيه، وده وضع هيضعنا على يعني مكانة متميزة للدولة المصرية كما اعتدنا الحقيقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي الجمهورية الجديدة.
لا كمان بيدي فرصه انه اولا بتشوف الصناعه بتاعتك، بيتم عرض الانظمه الخاصه، بنتكلم على تقنيات، بنتكلم على انظمه دفاعيه، بنتكلم على تطوير، بنتكلم على طيارات مسيره حديثه، يعني تصنيع امن مصري. سيبراني. بالظبط. يعني الحقيقه احنا يعني استعرضنا وشفنا جوله كبيره جدا في كل المجالات، يعني في تطور كبير جدا في الدرونز، في تطور في يعني في مهاجمه الدرونز نفسها. نعم. يعني فكل شيء كان متوفر لدينا. شفنا جديد في الامن السيبراني وده حاجه ممتازه جدا. يعني شفنا التطورات اللي حصلت في الدبابات، في المدفعيات. نعم. يعني حاجات الحقيقه جديده عليا لان ده مش تخصصي الحقيقه. فطبعا دي معلومات جديده بالنسبه لي وحاجه الحقيقه رائعه قوي. استمتعت بالجوله في المعرض، يعني استفدت بشكل كبير قوي. حاجه كانت فاخره جدا أشكرك. ان احنا يعني ننظم بالشكل المنظم ده وبالدقه العاليه دي، وكل المسؤولين يعني بيزوروا مصر وبيوقعوا يعني اتفاقيات مع مصر في التبادل، يعني سواء كانت نعم. أسلحة سواء لا تقنيات ولقاءات جديدة ثنائية، ابتكارات. القائد العام النهارده الفريق طبعا القائد محمد زكي عمل دي عدة حقيقة، لقاءات، وأيضا رئيس الأركان الفريق أسامة عسكر في دي لقاءات حقيقة كثيرة. بشكرك شكرا فعلا. جزيلا دكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية في مجلس الشيوخ.